حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، آية النجاة من الفتنة. كلنا نتعرض للفتن وبخاصة في هذا العصر. هذا العصر أيها الأحبة نرى الكثير من دلائل اقتراب الساعة، كثير من العلامات والأمارات التي أنبأ بها النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ظهرت، والفتن، الحروب، التلوث، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، انتشار الزنا، انتشار الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية، الكذب، انتشار الفواحش، يعني أشياء كثيرة أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن اليوم نعيش هذا العصر، عصر اقتراب الساعة. لذلك لابد من دعاء أيها الأحبة، يعني يحصن المؤمن من شر هذه الفتن، والقرآن فيه كل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأين نجد آية الحماية أو الحفظ أو النجاة من الفتن التي تعصف بنا في هذا العصر أيها الأحبة؟ أنا لدي آية مهمة أيها الأحبة في القرآن الكريم، فيها التوكل على الله، وأن تطلب من الله أن ينجيك من الفتنة وأن ينجيك من القوم الكافرين أيضا. فقالوا على الله توكلنا، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إذن هذا الموقف الذي حدث مع قوم سيدنا موسى عندما أنجاهم الله سبحانه وتعالى وأكرمهم، فقالوا على الله توكلنا، عندما حاصرهم فرعون أيها الأحبة وكاد أن يبطش بهم، لم يعد أمامهم إلا التوكل على الله. وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا دليل على أن سيدنا موسى كان مسلما وأن قومه كانوا مسلمين. إن كنتم مسلمين، يعني الإسلام موجود منذ القدم أيها الأحبة، إن الدين عند الله الإسلام. ماذا قالوا هنا؟ وهذا دعاء رائع يعلمنا القرآن. فقالوا على الله توكلنا. إذن يا رب أنا توكلت عليك، تبرأت من حولي وقوتي وعلمي وحساباتي ووضعت حياتي بين يديك. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. أحيانا أيها الأحبة المال يكون فتنة لك، أحيانا إنسان ظالم يغويك بالمال، يغويك بشيء معين، بالنساء أحيانا يغويك بأشياء كثيرة، متع الدنيا كثيرة أيها الأحبة، المال والنساء والشهرة والسلطة وغير ذلك. فتجد أن هذا الظالم قدم لك الفتنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني يا رب لا تجعلني أنا في موضع الفتنة، أن أكون في موضع فتنة لهذا الظالم، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يعني أحيانا أيها الأحبة الابن قد يطغي أباه، لذلك الله تعالى قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فأحيانا المال، الولد يطغي، الزوجة أحيانا تطغي، المنصب يطغي الإنسان. لذلك إذا أردت أن يحفظك الله من شر هذه الفتن
ردد هذا الدعاء. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فأنت هنا تكون قد جمعت الخير كله، أنك نجوت من الفتنة. والفتنة كثيرة أيها الأحبة، أنواعها كثيرة، المال والنساء والمنصب إلى آخره، وأنجاك الله من القوم الكافرين. كثير منا أيها الأحبة قد يغرق في معصية، يسلك طريقا خاطئا، قد تحدث لديك مخاوف من شخص معين، مخاوف من المستقبل. فهذا الدعاء أيها الأحبة يشعرك بالإطمئنان. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فهذا الدعاء إذا كررته كل يوم أيها الأحبة هو دعاء الحفظ والوقاية والحماية من شر الظالمين ومن شر الكافرين. وبالتالي هذا الدعاء لا يستغنى عنه. كثير منا يغفل عن أدعية القرآن وبخاصة هذا الدعاء. لذلك أحبتي في الله أرجو أن نحفظ هذه الآية جيدا، نكررها كلما أحسسنا بالخوف، خوف من المستقبل، خوف من شخص معين، خوف من موقف معين، خوف من نتيجة معينة. تقرأ هذه الآية وتتوكل على الله، تسلم أمرك لله وتنسى الموضوع، فكر بشيء آخر، فكر كيف تحفظ القرآن، كيف تساعد الناس، كيف تعمل الخير، كيف تنفق في سبيل الله ولو القليل. اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني نصف تمرة تتبرع بها قد تنجيك من عذاب النار. لذلك احفظوا هذه الآية أحبتي في الله، عسى أن تكون سببا للوقاية والحفظ من شر الفتن في هذا العصر. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا جميعا من القوم الظالمين ومن القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.